يمكن في ناس كتير جدا بتكلمني اول ما يجيلهم السكر عن المضاعفات، وبيبقى عندهم رعب من مضاعفات السكر، رعب شديد جدا. يعني مثلا يقول لك انا خلاص هدخل في فشل كلوي، انا هدخل في شبكية العين، انا هدخل في مشاكل كتير، التهاب الاعصاب، انا اهلي والدي والدتي ماتوا من السكر ومضاعفات السكر. محدش قال لا، اوكي ممكن يكون ده حصل، لكن هناك كان زمان اهمال اهمال اهمال، ما كانتش الناس بتتابع السكر بالشكل اللي انت متخيله خالص. دلوقتي بقى في متابعة للسكر، بقى في برنامج للسكر، بقى في علاج للسكر، بقى في قدامنا ان احنا نخلص من مرض السكر خالص. مرض السكر مرض اكل وشرب، مفيش فيه اي مشكلة تخوف. مرض السكر من الحاجات المفيدة اللي احنا نحمد ربنا عليها، لسبب واحد، ان انت اكتشفت حاجة هتزبط لك نمط الحياة بتاعتك. يعني حاجة مجانية انت اكتشفتها هتخليك تهتم بصحتك، هتخليك تحمي نفسك من حاجات امراض اخطر من السكر بكتير، يعني زي المرض السرطانية. ما انت لو اكلت قل اكل صحي ومشيت بنظام صحي مش هيبقى فيه مشاكل تقابلك وتواجهك. في حاجات وحكم بناخدها من مرض السكر، انك انت اولا بتهتم بتحاليل دورية للسكر، مش للسكر وبس، ده انت بتعمل تحاليل لجسمك كله، فان شاء الله مش هتبقى عرضة انك تصاب بمشاكل طول ما انت بتعمل تحاليل دورية. مفيش مضاعفات بتحصل طول ما السكر التراكمي يكون اقل من 7، وطول ما انت مخلي بالك من اكلك الصحي، ممارسة رياضة، لان طبعا مرض السكر مش روشتة، يعني مش مثلا انت هتاخد الدواء خلاص كده، لا، ده هو نظام حياة، تغيير لايف ستايل بتاعك خالص، لايف ستايل بتاع كل حاجة عندك لازم تتغير، لايف ستايل في جسمك، لايف ستايل في حياتك، لايف ستايل في الستريس اللي انت بتعيشه، في اكلك، في شربك، في كل حاجة. فعمر ما كان الموضوع مضاعفات مضاعفات مضاعفات، والخوف والرعب ده كان زمان لما ما كانش فيه امكانيات علاج، ولما ما كانش فيه اصلا متابعة مع دكتور. دلوقتي انت بتبقى قاعد نايم في البيت فتح الموبايل وشايف الدكتور بيكلمك وبيحكي لك وبيقول لك السكر بتاعك اخباره ايه وبيقول لك كل حاجة. فما فيش داعي للنظرة التشاؤمية، لان كل اللي ربنا بيجيبه لينا خير، فنحمد ربنا ونقول الحمد لله على كل شيء، ونتابع مع بعض ان شاء الله حالات السكر بتاعتنا. شكرا ليكم.